بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا هذا اليوم about the nursing care of urinary tract disease، العناية التمريضية بالجهاز البولي. أول موضوع نأخذه اللي هو nephritic syndrome is a disease characterized by، هو مرض يتصف بعدة خصائص، من ضمنها أول شيء presence of heavy protein urea، وجود بروتين كثيف في الإدرار. Normal urine should contain almost no protein، عادة الإدرار لا يحتوي على بروتين، لكن في هذا الحالة more than 1 gram per 24 hours، هنالك أكثر من 1 جرام لكل 24 ساعة. Hypoalbuminemia، serum albumin less than 2.5 gram each deciliter، راح يكون عندنا انخفاض بالألبومين، السيرم البومي راح يكون عندنا أقل من 2.5 جرام لكل ديسيلتر. هايبرليبيديميا، طبعا من راح يقل عندنا الألبومين بالدم كردة فعل عكسية، باعتبار هو اثنيات مرتبطات معا راح تصعد نسبة الليبيد بالدم، وانتم هاي ماخذيها بالكيمياء. الأوديما، احتباس السوائل داخل الجسم أكيد. الوذمة، هيماتوريا بيلة أيضا دموية، باعتبار زيادة نفاذية الكبيبات راح تؤدي إلى خروج ليس فقط البروتين وإنما حتى كريات الدم الحمراء. The primary disorder is increased permeability of glomerulus to the protein. إذن الاضطراب أو الخلل الرئيسي هو زيادة نفاذية الكبيبات للبروتين، يعني الشبكة النفاذية أو فلتر الكلى نفسيته راح تتوسع فتحاته بحيث تخرج جزيئات البروتين من هذه الشبكة الفلترية الموجودة داخل الكلى. causes idiopathic، السبب الرئيسي غير معروف. secondary causes like diabetes mellitus، hepatitis B، allergic reaction to drugs اللي هو السكري، والتهاب الكبد الفيروسي type B، وردة الفعل التحسسية لبعض الأدوية. sign and symptom puffy face at early morning، تورم الوجه في الصباح الباكر أو انتفاخ الوجه في الصباح الباكر باعتبار أكو وذمة عندنا. sudden onset of bitting edema، سوف تحدث لدينا وذمة حفرية مفاجئة أو سريعة، يعني شلون بنجي على المناطق الرخوة ونضغط عليها بأصابعنا ونوخر أصابعنا راح نشوف مكان الأصبع مالتنا راح يبقى موجود مثل الحفرة، هو هاي الوذمة الحفرية. weight gain، أكيد راح يصير عندنا زيادة بالوزن. or ascites or scrotal edema، أو الحبن أي بمعنى استسقاء البطن، تجمع سوائل في البطن، أو وذمة كيس الصفن عند الذكور. abdominal pain مالز أوليجيوريا، أوليجيوريا بمعنى أنه شحة الإدرار أو قلة الإدرار. treatment and nursing care، هنا راح يكون العلاج مالتنا بالستيرويد مثل بريزينول for 12 weeks لمدة 12 أسبوع. أوديما treated by water and salt restriction، وذمة سوف نعالجها بالسيطرة على الملح والماء. ديورتكس مدررات. البومين، نعطي الألبومين للمريض حتى نعوضه باعتبار هو قاعد يطرح الألبومين البروتين والألبومين عن طريق الإدرار. كومبليت بيد ريس، راح تم بالفراش. measurement the body parasynthesis، هنا نقيس بزل الجسم او البزل الجسمي. هنا من قلنا عنده السايتس، اكيد راح الطبيب يخلي له فد كانولا معينه او يخلي له فد تيوب لتصريف السوائل الموجوده داخل الجوف البطن بسبب هذا المرض. لازم احنا نقيس هاي السوائل اللي تخرج من جوف البطن حتى تكون من ضمن مجموع الاوتبوت اند انبوت، حتى تحسب ايش قد اخذ المريض من سائل من سوائل تناولها وجد طرح من سوائل. المرض اللي بعده بايلايتس اند بايلونيفرايتس، اللي هو عادة التهاب حوض الكلى والتهاب الكلى والحوض اللي معروف عندنا اليو تي اي. is the most common in uncircumcised male، occurs minorly between 7 to 11 years of age. عادة هذا المرض شائع عند الذكور غير المختونين، يعني اللي ما مسوين ختان عملية الختان، ويكون ما بين 7 إلى 11 سنة من العمر. الكوزز، أهم الأسباب لهذا المرض
هي E. coli والستافيلوكوكس. sign and symptom: fever, حمى. failure to thrive, يعني فشل النمو. bad odor of urine, رائحة كريهة في الإدرار. bed wetting, يبدي يبلل الفراش مالته, يعني يقوم يسرع الدكة, يعني يكون natural bed wetting. nausea and vomiting, يكون عنده غثيان وتقيؤ. and loin pain, ألم في الخاصرة. investigation, الفحص العام للإدرار والوايت بي سي كاونت, ألترا ساوند اللي هو السونار, وآند يورين كلتشر زرع الإدرار لمعرفة العامل المسبب لهذا المرض. التريتمنت آند نيرسين كير, كومبليت بيد ريست آند جنرال هايجين, الراحة التامة بالفراش والنظافة العامة. الدراكس هو أكيد ما دام عندنا انفكشن, أنتي بايتكس آند أنتي فيرال فور فيبر. المرض اللي بعده اللي هو رينال فيلر, الفشل الكلوي, significant decrease in renal function, إذن هو تراجع أو توقف ملحوظ للوظائف الكلى أو قلة في وظائف الكلى بشكل ملحوظ أو بشكل كبير. so that the waste product urine and phosphate and water cannot be excreted and body fluid and electrolyte are alterated. أكيد إحنا من صار عندنا فشل بالكلى راح تكون هناك عندنا مشكلة بطرح الفضلات, من ضمنها اللي هي اليوريا طبعا, وراح يصير عندنا مشكلة بطرح السوائل أو الماء, وسوف يكون هنالك لدينا اعتلال بالشوارد الكهربائية بسبب الفشل الكلوي. clinical features: loin pain or renal colic, يا أما ألم في الخاصرة أو يكون لدينا هنالك مغص كلوي. هيدك, صداع, انوركسيا, غثيان, vomiting, تقيؤ, drowsiness, دوار, and اوديما, وذم. polyuria, زيادة عدد مرات الإدرار لكن بكميات جدا قليلة. نكتوريا اللي هو التبول الليلي. بعد التبول الليلي توربيد يورين. توربيد يورين هنا نقصد به يعني عكورة الإدرار, الإدرار يكون عكر ليس صافي. هيماتوريا, بيلة دموية. ديسيوريا, عسر الإدرار أو عسر التدرر يكون بصعوبة. فروثي يورين, التزبد الإدرار, أي يعني يكون برغوة, الإدرار يكون برغوة, شون زبد البحر احنا نقول عليه زبد البحر, مثل الوغف الصربي. فريكوينسي, زيادة التكرار مالته. growth failure عند children, فشل النمو عند الأطفال. شوف الكلية شقد إلها تأثير على النمو عند الأطفال, لهذا احنا ناخذ هذه الأمراض ومدى تأثيرها على الطفل. progressive anemia, بعدين تتطور الحالة حتى تصبح لدينا فقر للدم. causes: pre-renal والpost-renal and renal. خل نشوف. pre-renal dehydration, barren, heart failure, septic shock. هنا هذه الأسباب pre-renal هي ما تتعلق بالكلى نفسها, لكن هذه الأسباب أدت إلى الفشل الكلوي, منها dehydration الجفاف والبيرن الحروق والفشل القلبي والصدمة الأنتانية. واضح. الأسباب اللي بعدها post renal, شنو نقصد به؟ يعني هنالك أمراض أصابت الجهاز البولي وبسبب هذه الإصابة أدى إلى الفشل الكلوي, مثلا منها اليوريثرال اوبستراكشن, انسداد الاحليل, واليوريثرال اوبستراكشن, انسداد الحالب, بايستون اور كلوت اور تيومر بواسطه حصى او خثره او ورم. هذه الاسباب تؤدي لاحقا
إلى العجز الكلوي. Renal glomerulonephritis الأسباب اللي تتعلق بالكلى نفسها من ضمنها التهاب الكلى أو التهاب نبيبات وكبيبات الكلى، وأيضا النفرايتك دراكس اللي إحنا الأدوية اللي نعالج بها النفرايتك دراكس أيضا تسبب لنا بعجز كلوي. Treatment and nursing care الدايت الفلويدز والفود ذات كونتين بروتين فوسفورس بوتاسيوم البلد ترانزفيوجين حتى نمنع الأنيميا هيموداياليسيس تو تريت يوريميا الغسل الكلوي لمعالجة ارتفاع نسبة اليوريا بالدم الكدني ترانسبلانتيشن عملية زرع الكلى the best treatment هو الحل الأفضل من صار عنده عجز كلوي فالأفضل أنه نسوي له زرع للكلى من متبرع آخر. glomerulonephritis disease in which there is injury to the glomerulus that can caused by immunological injury to the glomerular tissue that follow streptococcal pharyngitis or streptococcal infection of the skin. إذن التهاب كبيبات الكلية هو مرض يحدث بسبب إصابة الكبيبات بسبب إصابة كان يكون مناعية إصابة مناعية هي caused by immunological injury إصابة مناعية يعني هو الجهاز المناعي نفسه يهاجم كبيبات الكلية شو وقت هاي follow streptococcal pharyngitis or streptococcal infection بعد الإصابة بهذا المرضين إنه الجهاز المناعي راح يصير عنده خلينا نقول إحنا نقول hypersensitive للخلايا ويبدي يهاجمها ويسوي لنا أيضا التهاب طبعا هاي واحدة من المشاكل أيضا نقدر حتى نعالجها بالاستيرويد clinical features hematuria نحن الهيماتوريا أيضا راح تكون عندنا بيلة دموية والأوديما and hypertension والأكيوت رينال insufficiency may occurs وانخفاض في كلوي حاد ربما يحدث هنالك بسبب هذا الالتهاب hypertension نعرف احنا هذا ارتفاع ضغط الدم والأوديما اللي هي الوذمة investigation ايضا نسوي له general urine examination راح نلقى هناك عندنا ايضا بروتين وجد عندنا دم بالادراف البلد يوريا راح نشوف السيرم كرياتينين ايضا والرينال بايوبسي ناخذ خزعة من الكلية treatment and nursing care water and sodium restriction طبعا شوف اغلب الحالات اللي تصيب الكلى دائما نقول عليه ووتر اند صوديوم ريستراكشن ليش لان احنا هنا الطفل يعاني من وذمه ما اقدر اجيب ماي وانطيه اعطيه سوائل ما اقدر لازم بحدود لازم انا من مثلا على سبيل المثال انطي لتر بالمقابل لازم اعرف قد راح يطلع منه انا مو مثلا اعطي لترتين ويطلع لي ربع لتر زين الباقي وين راح تبخر مثلا لازم اكو فتح معادله حسابيه معينة نحسب بيها إيش قد دخل وإيش قد طلع من السوائل. ديورتكس اللي هي المدررات and anti hypertensive drugs وأدوية مضادات الضغط 95% of children recover completely 95% من الأطفال هم راح يشاف. محاضرتنا لهذا اليوم طبعا انتهت وانتظر منكم اي سؤال او استفسار حول هذه الامراض التي تصيب الجهاز البولي لدى الاطفال وان شاء الله نلتقي وياكم بمحاضرة اخرى حول الجهاز الدوران او الجهاز الدموي شكرا جزيلا لكم